وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين
فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Dan sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu, yakni orang-orang kafir, menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya karena merasa malu kepadanya, seraya mengatakan, "Ya Rabb kami, kami telah melihat apa yang telah kami ingkari sebelumnya, yaitu hari berbangkit, dan mendengar darimu kebenaran rasul-rasul yang telah kami dustakan mereka dahulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh di dunia. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin mulai sekarang. Akan tetapi hal itu sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka, dan mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yakni Al-Quran, adalah orang yang apabila diperingatkan dan dinasihati dengan ayat-ayat kami, mereka mensyukur, sujud dan bertasbih, seraya memuji Rabb-nya dengan mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdihi. Sedangkan mereka tidak menyombongkan diri lantaran beriman dan berlaku taat itu.